حين تناهت لمسامع الخليفة ومعتصماه. صرخة صدرت من امرأة مسلمة وقعت أسيرة جيش الرومان إبان خلافة المعتصم، فهب يرد عنها الضيم وينصرها على من قهرها. تيودور إمبراطور الروم وجه رسالة إلى المعتصم يهدده فيها، فرد عليه الخليفة: أما بعد، فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وكان فتح عمورية عام 838 للميلاد. نقفور الذي انقلب على الملكة إيرين ورفض دفع الجزية للخليفة كتب مزهوا لهارون الرشيد: من ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد، إن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيدق، فاردد ما حصل لك من أموالها، وإلا فالسيف بيننا وبينك. أخذ الرشيد الكتاب وخط على ظهره بيده: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه. وخرج لقتاله فحاصر هرقلة حتى أرهقها، وأجبر نقفور على الاستسلام وحمل الجزية إليه. ولما نقض العهد عاد إليه جيش المسلمين وأذاقوه هزيمة نكراء. وكان كتاب الرشيد أيقونة الرسائل الرادعة التي وجهها القادة المسلمون إلى ملوك الروم طيلة حكمهم. حين اشتد الخلاف بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، أرسل قيصر الروم هرقل إلى معاوية كتابا يؤجج الصراع بينهما: علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن أبي طالب، وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي. فرد عليه معاوية في الإبان: أخوان وتشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما؟ إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. ما رأيكم؟